بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره في برنامجكم العقائد الحقة ونحن نستقي ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن العترة الطاهرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم استقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كنا في الحديث عن ان الله تبارك وتعالى لا يحويه المكان مثل ما يحوينا. ليس كمثله شيء. لا يحويه الزمان لا يشتمل عليه الزمان لا يؤثر فيه الزمان لا يدخل في الزمان كما نحن فيه لانه خلق الزمان والمكان وكان قبل الزمان والمكان من هذا المنطلق تنفى عنه الحركه والسكون ايضا تنفى عنه كل ما يمكن ان ينسب للجسم للانسان للبشر من الاشياء التي لا تليق بجنابه ولا بد ان نحفظ الايه الشريفه ليس كمثله شيء كنا في قراءه الاحاديث الشريفه في هذا الباب عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال كذب من زعم ان الله في شيء يعني داخل في شيء او من شيء نشا نشا من شيء اذا كان في شيء فالشيء ظرفه فلا بد أن يكون الشيء قبل موجود حتى هو يكون فيه وكذلك إذا تقول من شيء يعني نشأ من هذا شلون أخلق لكم من الطين كهيئة الطير شلون كان الطين يسوي كهيئة الطير فالطين موجود قبل الطير إذا كان من شيء يعني هذا الشيء يكون قبله لاحظت أو على شيء كذب من زعم لأن هذه الأشياء تجعله مظروفا ماديا قبله أن يكون قبل شيء يكون قبل موجود وكان قبل القبل قبلا وبعد البعد بعدا فهذه الاشياء لا تليق به نحن نكون في ظرف نحن نكون من شيء نحن نكون على شيء والله عز وجل ليس كذلك كذب من زعم ان الله في شيء او من شيء او على شيء خلاص هذا المطلب يتبين انه لا يكون لله ظرف ولا شيء يسبقه سبق الاشياء بالوجود طيب عن ابي ابراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه توضيحا لهذا الامر قال ان الله تبارك وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان. ليش؟ لأنه خلق الزمان والمكان، فهو قبل الزمان وقبل المكان. وهو الآن كما كان. الآن كما كان. الزمان منفصل عنه، هو خلق الزمان، هو خلق المكان، هو خارج عن الزمان وخارج عن المكان. لكن خلي بالك لما نقول خارج عن الزمان والمكان يعني الزمان والمكان لا ليس بظرف له ولكن وجوده تبارك وتعالى ملأ كل شيء لا يخلو منه مكان يعني هنا لا يخلو من الله عز وجل لا يخلو مو خلوا ماديا خلوا احاطيا كما ذكرنا سابقا في الحلقات السابقه في كلامنا ولا يشغل مكان ولا يحل في مكان ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا يعني ما عندنا شيء يخلو من الله عز وجل لكن خلوه عدم خلوه من الله مو مادي يعني مو وجود مادي وجود ملكي وجود احاطي وجود علمي لاحظت هذا المعنى ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه هم الحجاب هم الحجاب لعجزهم، هم الحجاب لعدم قدرتهم، يعني انت لما تشوف طفل وما تقدر تحدثه بالمعارف العالية وما تقدر بعد طفل صغير ما تقدر تحدثه مثلا بما يكون بين الرجال والنساء مثلا لما ما تستطيع تحدثه ليش مو انت ما تقدر هو ما الى قابلية الطفل ما الى قابلية خلقه ليست لهم القابلية على ان يدرك الله عز وجل لان الله لا متناهي ونحن صغار في هذا الكون كيف نستطيع أن نستوعب لكن خلي بالك ولم يمنعهم واجب معرفته واجب المعرفة ندركها لكن تفاصيل الوجود الكيفية ها ذن ممنوعات لأنه خلق الكيف بلا كيف خلق الأين، خلق الكيف هذا هم سابقا تحدثنا عنه من اللطائف والوقائع التي وقعت وينقلها سلمان الفارسي المعروف بسلمان المحمدي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال قدم الجاثليق المدينة رئيس الكاثوليك رأسهم الجاثليق قدم المدينة مع مئة من النصارى يعني هذا كبير النصارى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إيش قد إجاو كم واحد مية واحد منين مية واحد رأس الجاثليق رأسهم ومئة إيش قد يصيرون مية واحد مية واحد من النصارى إجاو للمدينة زين أنت تشوف الآن في بلدنا اذا ميت سائح اجا سوا يبينون لو ما يبينون نعم فذول جايين في المدينة اللي ذاك اليوم المدينة صغيرة تعلم أن المدينة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الآن كلها المدينة اللي كان البلدة يعني البلدة الآن كلها داخلة في الحرم النبوي مسجد النبوي الآن الموجود في المدينة الشريفة كل بيوتات المدينة كل بيوت المدينة موجودة داخلة فيها التوسعة اللي موجودة الآن طيب بذاك اليوم والمدينة صغيرة مئة نفر من النصارى مع كبيرهم مئة واحد اجوا دخلوا المدينة يسألون عن النبي والنبي صلى الله عليه وآله كان قد رحل إلى ربه طيب إجوا سئلوا من هنا موجود بعد النبي يقوم مقامه قالوا أبو بكر زين الآن ذولا إجوا قالوا عندنا سؤال فسألوا أبا بكر عن مسائل لم يجب عنها ما قدر يجاوب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم ها من بابها وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها تريد علم عند علي أعلمكم علي أقضاكم علي أشجعكم علي أتقاكم علي أحبكم الى الله ورسوله ع... وهكذا <applause> زين سالوا ابا بكر العلم مو يمه لم يجبه ثم ارشد الجاثليق مع النصارى ارشدوا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب قالوا عمي لا تدلوهم على هذا وذاك كافي اختبروا واحد من عندنا وما عرف بعد لا تدلوهم يختبرون الثاني ما يعرف وظلون تودوهم منا ومنا رأسا قولوا لهم الحق قولوا لهم الحق أن علي بن أبي طالب العلم عنده علم القرآن عند علي علم رسول الله عند علي قال أمير المؤمنين حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب الف باب يعني لو تريد تحسبها كلمات هي مليون كلمه لو تريد تحسبها كلمات مليون كلمه فكيف بابواب تفتح افاق وافاق وافاق علم القران عند علي علم رسول الله عند علي علم الانبياء عند علي علم الملائكة عند علي. طيب وين ودوهم؟ ارشدوهم إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه زين. فسأل فأجابه تريد علي بن أبي طالب بالله عليك علي بن أبي طالب ما يجاوب وهو خزينة وخزانة علم الله وعلم رسوله فكان فيما سأله وحدة من الطرائف لو هذا السؤال تسأل بي ألف حكيم من دون أن تقرأ ما قال علي بن أبي طالب شوف شلون يقدر يجاوبك الله أكبر هذا علي بن أبي طالب شوفه الجاثليق جايب لمية من النصارى قال لهم تعالوا نروح للمدينة تعالوا نسأل ما أسأل سؤال ما حد يقدر يجاوبه راح أسأل سؤال ما حد يقدر يجاوبه ها امشوا وياي سؤالك شنو عمو تفضل اسأل ها أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى وجه الله وجه الرب وين نين يطلع بالسماء بالأرض بالمشرق بالمغرب وجه الرب وين الله أكبر شوف علي بن أبي طالب ايش جاوب فدعا علي بنار وحطب قال جيبوا لي جذوة نار وجيبوا حطب جابوا الحطب أضرم جذوة مع الحطب فلما اشتعلت النار تصاعدت في الحطب اشتعلت قال علي جناب الجاثليق انتبه قال علي اين وجه هذه النار؟ ايها الجاثليق وجه النار وينه؟ فقال النصراني هي وجه من جميع حدودها البحر من اين ما اتيته بحر البحر بحر قال له وين وجه النار؟ شنو جاوبه؟ قال هي وجه من جميع حدودها كلها وجه قال علي امير المؤمنين هذه النار مدبره مصنوعة ها لا تعرف وجهها ما تقدر تطلع وجهها وخالقها لا يشبهها هذه ما قدرت تطلع لها وجه وقلت هي وجه من جميع ال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وجه الله في كل مكان وجه الله ليس له مكان لا يخفى على ربنا خافيه من حدد لك وجه الله في المشرق حتى تقول مو في المغرب ولا في المغرب حتى تقول مو في المشرق لا وجه الله في كل مكان ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. عرفت علي بن ابي طالب صاحب الحكمه؟ كيف اشعل نارا؟ كيف فهمهم؟ لو تريد تشرحه بدون هاي النار البسيطه، شلون تشرحها لهم؟ شلون راح يصدقون بدون هذا المثال؟ مثال عملي. هذا علي ايها الناس. طيب. عن مولانا عن مولانا ابي الحسن الرضا صلوات الله عليه عن ابائه عن امير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان موسى بن عمران لما ناجى ربه ها امير المؤمنين ينقل عن النبي صلى الله عليه واله مصدر العلم الالهي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ها فيسئ يقول له موسى ناجى ربه قال يا رب أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله إليه أنا جليس من ذكرني الله الله اللي يذكرني يشوفني أنا يمة أنا جليس كأنه يعني يريد يمثل لشدة القرب يعني أنا قريب من من ذكرني أنا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها بعض الأحوال ما أحب أذكرك ما عندي وضوء او رايح للحمام او كذا ما احب اذكرك فقال يا موسى اذكرني على كل حال حتى لو كنت في الحمام تقرا ايه الكرسي مستحب تذكر الله اذا سمعت المؤذن وانت في الحمام تقرا مع المؤذن تردد معه مستحب تردد وياه ايه الكرسي تقراها نعم اذكرني على كل حال احبائي للمزحه والطريفه انعقب على هذا الحديث للمزحه والطريفه موسى بن عمران لما ناجى ربه يا ربي أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك؟ شوف القراءة أبعيد فأناديك نداء أم قريب فأناجيك بعض أهل التصوف حرفوا الكلمة عن مواضعه قروها هسه التفت للقراءة الثانية قراه يا رب ابعيد انت مني فانا ديك بعيد فانا ديك انا ديك الديك شي سوي يصيح ابعيد انت مني فانا مو فاناديك فانا ديك يعني اصيح أم قريب فأنا جيك، جيك عصفور صغير من العصافير الصغار إذا أنت قريب أنا جيك، أنا عصفور على كيف أتكلم وإذا أنت بعيد أنا ديك أقوم أصيح وأصارخ هذا استحسان وتحريف للكلم عن مواضعه طيب نرجع الى ما كنا فيه ان الله عز وجل قريب لكن مو قرب يعني مكاني قريب ممن يذكره ان رحمه الله قريب من المحسنين الله يقول لموسى انا جليس من ذكرني يعني اللي يذكرني يشوفني عنده انا موجود عنده لكن لا الوجود المادي الوجود المعنوي طيب أقرأ لك الخبر الآخر حدثني سيدي جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده جد من هو علي بن الحسين صلوات الله عليه قال كان الحسن بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب مولانا الإمام الحسن ثاني الأئمة كان يصلي الإمام الحسن كان متوجه إلى القبلة ودا يصلي فمر بين يديه رجل بين يديه يعني أمامه فد رجل راد يمشي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه بعض القاعدين يم الإمام الحسن قام قال له ارجع 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 اه وصل فلما انصرف من صلاته، قال له ابويا ايش سويت باصطلاحنا يعني؟ شنو ايش عندك؟ فلما انصرف من صلاته قال لم نهيت الرجل؟ ليش نهيت يمشي؟ قال يا ابن رسول الله حضر فيما بينك وبين المحراب حضر من الحاضر الحاضر يعني المانع يعني صار فاصل بينك من يمشي من قدامك وانت متوجه للمحراب، شنو صار؟ قطع الوصل بينك وبين المحراب، فكر، عرفت الفكره شنو؟ الفكره الامام الحسن دي يصلي فهذا قال ليش هذا الرجل دي يفوت؟ خوي يقطع بين ال بين الامام الحسن وبين المحراب راح يقطع بيناتهم فقال له تفوت منا الان اكو ناس بهالشكل يسوون فقال ويحك ان الله اقرب الي من ان يحضر فيما بيني وبينه احد اقرب الينا من حبل الوريد حبل الوريد هذا 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 العرق حبل الوريد هو اقرب الينا من حبل الوريد حبل الوريد هو قريب هو يمك اقرب الله اقرب جل وعلا ليش لان هذا وجود مادي الله جل وعلا موجود مادي وجود معنوي هذا الجليس القاعد يم الامام الحسن افتكر مثل ما بعض المسلمين الان من تفوت هو, هو واقف يصلي هو واقف عجيب عجيب هو واقف يصلي انت اذا واقف مصلي متوجه الى ربك الله اكبر يحط ايده هالشكل يقول لا تفوت لا تفوت انت واقف تصلي لو واقف تحت شويه الناس هذا نوع كلام مع الناس انت انقطعت عن الله عز وجل هذا يقطع بينك وبين الله هذا المار يقطع بينك وبين الله والله اقرب اليك من حبل الوريد ما يقطع نعم مستحب الشخص اللي يصلي اذا يعرف يحتمل واحد يمر من امامه يضع شيئا يضع فد مسبحه حبل كومه تراب فد مانع يعني صغير مستحب يضع مو معناته يعني هذا اللي يمر راح يقطع بينك وبين الله اذا انت متصل بالله عز وجل شنو هذا يقطع بينك وبين الله؟ انت قلبا متصل بالله مو ماديا. طيب شنو هاي الفكره من هذا الحديث شنو؟ الفكره ان هذا الرجل المادي ما يمنع الله، ما يمنع قلبك، ما يمنع توجهك لان وجود الله عز وجل مو مادي حتى هذا يمنعك فوجوده جل وعلا لا تحده المادة هو خلق المادة هو قبل المادة لا يحده زمان لا يحده مكان الله جل وعلا مو بالمحراب قاعد حتى هذا يصير مانع بينك وبينه الله في كل مكان وليس في مكان في كل مكان معنويا وليس في مكان مادي لاحظت طيب شوف هاي المعارف من تجيك شلون توضح لك الفكره شلون توضح لك ان الله عز وجل ينفى عنه الزمان ينفى عنه المكان تنفى عنه الحركه والانتقال لانه اذا الى زمان يمكن ينتقل من او الى مكان يمكن من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ينتقل ولكن هو خلق الزمان والمكان وكان قبل الزمان والمكان فلا يحويه زمان ولا مكان طيب احاديث المعارف تجينا عن علي امير المؤمنين صلوات الله عليه قال دخل السوق امير المؤمنين دخل السوق يبدو الامر في الكوفه حسب الظاهر فاذا هو برجل موليه ظهره ظهر على الامام فرد رجل واقف ظهر على الإمام يقول لا والذي احتجب بالسابع ها عرفت الفكرة لا والذي احتجب بالسابع بالسبع السماوات فضرب علي ظهره أمين ضرب على ظهره شنو ده تقول الله محتجب بالسماوات يعني السماوات حاجبته ليش هو في السماوات هو قال من الذي احتجب بالسابع من اللي محتجب بسبع السماوات قال الله يا أمير المؤمنين قال أخطأت ثكلتك أمك أخطأت في عقيدتك الله محتجب بالسماوات الله في السماوات هو إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم اينما كانوا. فهاي المعيه مو معيه ماديه، معيه معنويه، معيه ملكيه، معيه علميه، معيه احاطيه. قل زين انا احلفت لا والذي هذا قسمي فيه كفاره. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام جاوبه. أن تعلم أن الله معك حيث كنت تعلم أن الله معك كفارته هذه كفآتك عن الصحيح عقيدتك كفارته أن تصحح عقيدتك هذا هو مو قسم شرعي هذا مو قسم شرعي عليه كفارة لكن مثل هذا لا بد أن يصحح قال أطعم المساكين قال لا إنما حلفت بغير ربك الله ما معتجيب الله مو في السماوات انت في فهم ربك ما عليك كفاره انما حلفت بغير ربك ربك ما يعتجب ربك لا تحويه السماوات ربك ما تحويه الارضين طيب الان انقل لكم واقعه في زمن النبي صلى الله عليه واله اكو فرد يهودي اسمه سبحت اسمه اسمه شلون جوده جوده مو يخلون الناس اسم جوده سبحت اسمه هذا اجا اتى للنبي صلى الله عليه واله فقال يا محمد صلى الله عليه واله جئت اسالك عن ربك فان اجبتني عما اسالك عنه والا اذا قدرت تجاوبني اشكرك اذا ما قدرت تجاوبني خب ادير وجهي واروح فقال له سل عما شئت فقال اين ربك؟ فقال هو في كل مكان وليس هو في شيء من المكان في المكان بمحدود في كل مكان إحاطي علمي ملكي وليس في مكان بمعنى جسماني فكيف هو قال وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق الله هو خلق الكيف كان قبل الكيف بلا كيف والله لا يوصف بخلقه الكيف مخلوق والله لا يوصف بالكيف لأن الكيف من خلقه قال فمن أين يعلم أنك نبي فمن يعلم أنك نبي من يقول أنت نبي فما بقي حوله حجر ولا مدر ولا غير ذلك إلا تكلم بلسان عربي مبين يا شيخ إنه رسول الله شهد كل شيء له بالرسالة فقال سبحت بالله ما رأيتك اليوم أبيا أبيا من اليوم وضوحا على أحقية رسول الله ما رأيت كل شيء شهد له بالرسالة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه واله الباحث له تتم ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته